السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، اموركم زيانه؟ خوتي وخواتاتي الغاليين العزاز، الله يحفظكم ويطول لي عمركم يا ربي ويعطيكم العز. ان شاء الله ما تمنيتو. ايوا اليوم راه بغيت ندير واحد الحريشه، حريشه بالليمون الكوك، كتجي خطيره وزوينه وفنه، وبغيت نتشاركها معاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم. ياك انتم هما هادوك الاخوات والاخوان من كل البلاد، داخل المغرب وخارج المغرب والدول العربية والدول الفرنسية، والله يعطيكم الصحة. أمي راه جات لعندي مسكينة هي وتسلم عليكم. السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين؟ كدايرين وليداتكم وكدايرة عايلكم وحبابكم؟ كدايرين عماد الجو؟ لاباس عليكم، والله يسول فيكم الخير والرحمة والعفو. الله يعطيكم الخير، ربي يشوف فينا يحن علينا، يوزع علينا هذا المرض. امين يا ربي، يوزع علينا هذا الوباء تبارك وتعالى. الله يخليكم لينا. امين يا ربي، الله يحفظكم لينا ويخليكم لينا ويخلي لكم والديكم ووليداتكم يا ربي. ويخليك تنتي لينا ودار الوالده. امين يا ربي. امين تنتي. ايوا السي المهدي، السي المهدي دابا قالتك كيتصنت. سلم سلم السي المهدي. السلام اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ياك انتم هما هذوك، الله يحفظكم. الله يحفظكم. صافي مهدي عنده ثلاثة الكلمات. السلام عليكم اخوتي، الله يعطيكم الخير، الله يحفظكم. نبداو على بركة الله. عندنا يا البنات هنايا واحد الكويز ديال سنيدة، هاد الكيسان صغارين البنات، ما هم كيسان العلبة ولا كيسان صغارين، كويز العلبة هو كيس تاع العصير تاع الليمون. عندي كويز ديال سنيدة، وعندي كويز ديال الزيت، وعندي كويز ديال الكوك، نفس العبارة البنات. وهنايا عندي ثلاثة المعلقات ديال الطحين ديال الفورس، ثلاثة المعلقات اللي عندي فوقهم ما تحتهم، والكاس ديال العنبة اللي هو تاع الليمون، الليمون خالص ما فيه حتى شي حاجة غير الليمون بوحدو. وعندي هنايا البنات هاد الزليفة، هادي كترفد نص كيلو، قل واحد شوية ديال السميدة، السميدة رقيقة، هانتوما السميدة ديال الحلوة رقيقة، واحد رشيشة ديال الملحة ها هياك، وعندي واحد جوج بيضات، ثلاثة ديال الخمارات، وواحد الفانيا. ونبداو على بركة الله البنات. كنديرو البنات هنايا البيضات، بسم الله على بركة الله. هانتوما البنات راه كتجي واحد الحرشة ما شهيتكم فيها، غزالة تبارك الله. نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا سنيده، ونديرو البنات النص ديال الزيت والنص حتى كنضربوها، ونبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم على بركه الله نضربوها مزيان حتى كيتخلط لينا داك الخليط مزيان. نديرو البنات ديك الفانيا، واحد حتى هي معدية، راه السكر دوب، ونديرو داك الكويس ديال العصير باش يدوب لينا داك الشي، ونزيدو معاهم داك الكوك باش يتنفخ في داك العصير ديال الليمون. كتجي البنات زوينة ومن داك الشي الفن. بسم الله. كنضربو حتى مزيان حتى كنضربو كلشي هاد الشي، والله يعطيكم الخير على الكومنتيرات، داك الكومنتيرات الزوينين اللي كتقولوا في حقنا، والله يعطيكم الخير وتبارك الله عليكم. وكاع اللي كيدير شي حاجه الله يسخر ليه، ها اللي كيدير شي حاجه يا ربي شي حاجه زوينه وكيستافدوا منها من الناس، الله يعمر ربي يكمل ليه بالخير. نزيدوا هاد شويه ديال الزيت اللي هو باقي هنايا، ونضربوا قيم دمجينا هادشي مزيان، راه كتجي زوينه، جربوها راه كتجي من داكشي حريشه بالليمون. نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرو في السميده، نديرو الطحين هو الاول، نضربوه نبداو كنديرو في السميده. بسم الله. هذاك البيض هذا عامل اسمينو شنو؟ تاكي درتي
دقيق هي الطحين كتطري علقه ديال الطحين راني قلتها ليهم مليحه هذيك الفوق رشيشه تاع الملح هي اللي سولتيني عليها ايوا تقول لهم هدي ما رد البال ولا راه ما حادش ولا شي حاجه راه حادك ياك المهدي مقد 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 ولا ما مقد مقد يا اخي توقف يا عرش عرش يا ولد كذا عرش يا وقت لي عرش المرة غادي قالت لك ما تخطب الولد همدي هو قالت لك الولد حشمان حشمان مسكين قالت لك حشمان قالت لك هي قربت قالت لك بنت لها معروف على مزيناتها والولد دريويش مسكين الولد حشمان قالت لك وحاضر راه وصدت ولدها قالت لك عرش يا ولد الكلبه يا وتات تعرف وقف على رجلي مسكين زعما توقف توقف معاك عرش لا ايوا يا البنات راه رفدات ليا 300 غرام ديال السميده دابا دابا ندير الخمارات ان شاء الله السكيله ناقص منها ناقص منه بس دابا نخلطها مزيان تضرب فيها الخميرة ونديرها وكندخلها مباشرة للثلاجة وكنسقوها بالعصير ديال الليمون عاد نصيبو سيرو راني عادي نشرب معاكم هذاك الشيء اللي عادي ندير كنسقى بالليمون ندخلو الفران ما حكر مسكين ولا ضحك الله يستر يا ربي ايوا سعدت لله والله الا الوالده ما حكر مسكين ولا تقول كلاجه بسم الله هانتوما كنديروها في هاد الصوينيه اللي حنايا درناها دهناها بالزيت ودرنا ليها رشيشه ديال السميده حنا نديرو فيها ندخلها للفران وندخلها للفران امي مسكينه كتقولي الفران لا يدخلها لنا الثلاجه راه ما كيدعوا لك الناس كاع يعرفوا بعض المره راكي غلطتي ايوا قال لك انت ما في عظم امي وي راه كيغلطوا الناس ويلي امي ولا بدا من الغلط ولا وين خصك تصحي تصحي بصحني دابا يا البنات عادي نشعل الفران في التحت التحت ديال الفران ونقص ونخليها طيب على خاطر خاطرها نطيب ان شاء الله الرحمن الرحيم عاد نرجع نشارك معاكم الدرجه ما نقول لكم الحين هذا الفران غادي الغاز ديروا القياس وصافي الله يسهل عليكم يلا نمشي ان شاء الله هانتوما يا البنات ها هي راه طابط وسمحوا لي ما تشاركش معكم السيره ولكن غنقول لكم الطريقه ديالو كتعصروا كاس ديال الليمون وكديروا معاه سنيده وكتردوها البنات كيطيب حتى كيطيب وكيولي لكم سيره وكتسقوا به يا اما تكون الحلوه اللي تكون بارده والسيرو يكون سخون ولا يكون السيرو سخون والحلوه بارده المهم كتسقوها انت رشيت علينا شويه ديال الكوك وانتم على حسب اللي بغيتوا شويه اللوز ولا اللي بغيتوا شويه ديال كوكوم هرمش ولا اللي بغيتوا شي حاجه واللي بغيتيها غير هكاك ما كاين حتى شي مشكل شويه ديال انا درت فيها الكوك هنا هبيله على الكوك كنداني درتها نبداو على بركه الله باش تشوفوها كيفاش جات بسم الله هانتوما البنات يا كتبان لكم بعدا راه باقا سخونه هانتوما هانتوما البنات راه كتجي انفرت التغزاله من داكشي الفن
شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والهنا. ماشي داك النبي انتوما تبارك الله ما شاء الله راه كتجي من داك الشيء الفن انتوما مشيتكم فيها. ها انتوما البنات كتجي مفشفشه وعلى مزينتها ان شاء الله تعجبكم وبالصحه والراحه. خاصها الصحه اللي تاكلها. ايوا اخويا هذه راه زوينه بسم الله والله يعطيني الصحه. نعطي الوالده الطبق شويه جدا الوالده. قولي لنا كي دايره. الله يعطيك الصحة. ما عندي مالكم. ياك بعدا. على فوق القايد. ولا غزالة غزالة هي البنات ما تقدرش. شكون داش كان العروس؟ لا لا ولا. على فوق القايد وداي من خضيرة. يلا شد. دابا مع باقي الصخور. تعالي يا بنيتي تعالي ذوقي وشوفي. تعالي تعالي ما عندك ذوقي وتقولي الحقيقة. ما تكذبي لا عليا ولا على المشاهدين زيدي. ويلي ما عنده ما يقول. ياك؟ واه. لا يقول نيت لا كاين شي ما يتقال يقول بسم الله. ذوقي يا بنيتي وشوفي. زيدي بسم الله. اش تقولي يا لالا ياسمين؟ 10 على 10. اش تقولي يا لالا ياسمين؟ نعطيك الصحة نعطيك 9 على 10 حيت ذوقك ما كيعجبنيش. ياك؟ خرجتي من الرمضة يا ياسمين الله الله يا بنيتي الله. ايوا هانتوما ومني تبرد عاد نعطوها لهم ياكلوها مع شي كويس ديال العصير. بالصحة والراحة. الله يعطيكم الصحة.